السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فركوش يا حبيبي، نمت كويس؟ ايوه يا مرزوق، نمت يا حبيبي كويس. اول مره ابقى مبسوط كده. انا غطيتك امبارح يا حفركوش وانت نايم عشان حسيت ان انت سقعان. ربنا يخليك يا زوقة يا حبيبي. بقول لك ايه يا مرزوق يا صديقي يا حبيبي، انا مش عاجبني الاوضه بتاعتك دي، وطالما انت بقيت صاحب حفركوش لازم يبقى عندك بيت حلو واوضه جميله. بجد يا حفركوش، بس انا بحب الاوضه دي قوي. ايه يعني يا مرزوق؟ يبقى عندك بيت واوضه جديده وبرضك الاوضه دي موجوده. انا مش هرميها لك يا مرزوق، انا هخليها بس استبن، بس لازم مزوقة صاحب حفركوش يبقى عنده اوضه جميله. ماشي يا حفركوش يا صديقي يا حبيبي، بس يجيب لي بقى بيت شكله حلو كده وحواليه جنينه وحيوانات عشان اتبسط منك. وما تنساش بقى بابا وماما حته عربيه زندوده بدل اللي هي مدوخاهم دي. عمك عفركوش محضر لك مفاجآت كتيرة يا مرزوق. انت حبيبي، وكفاية ان انت طلعتني من الفانوس اللي كنت محبوس فيه من زمان الزمان. تقلقش يا عفركوش، انا حبيبك مرزوق. ايه رأيك يا مرزوق يا حبيبي في البيت الجميل ده؟ الله يا عفركوش، ده جميل قوي، انا مش مصدق نفسي، البيت الجميل ده بتاعي. ايوه يا مرزوق، هو حلو عجبك؟ طبعا يا حفركوش، البيت ده جميل قوي، وانا كنت احلم اعيش في بيت زي ده. تعجبني قوي يا حفركوش، انت جبته منين؟ ما تقلقش يا مرزوق، انا قلت لك انت اطلب يا حبيبي وانا انفذ لك على طول. انا فرحانه قوي يا حفركوش. ربنا يخليك يا ليا يا حفركوش، مش مصدق نفسي، اول مره اعرف ان في عفريت طيب. انت طيب يا حفركوش، وانت كمان يا مرزوق طيب، عشان كده انا عايز اعمل لك كل اللي انت عايزه. ايه رايك بقى يا مرزوق في العربيه دي لبابا وماما؟ ايه يا عفركوش ده، لا لا لا، مش هي دي لبابا وماما، دي عربيه ماما وبابا احلى منها، انا عايز عربيه تانية. طب ايه رايك بقى في دي يا مرزوق؟ ايه يا عفركوش، انت قديم قوي، دي العربيه دي من ايام الفحل. ايه اللي انت بتجيبه ده؟ ده بابا وماما لو شافوها هيصوتوا، دي فظيعه. الله يا عفركوش، ايوه هي دي بقى العربيات ولا بلاش، مش العربيه اللي انت جايبها واللي قبليها. انا مش عارف انت جبتهم ازاي صراحه يا عفركوش. انا بقول الحمد لله ان انت طلعت عفريت، لو كنت طلعت حاجه غير عفريت كان زمان والناس ضحكت عليك. ايه يا مردوق، انت زعلان مني؟ لا يا عفركوش، انا بقول لك بس عشان تتنصح شويه. انت رحت جبت العربيات دي، مش عارف انت جبتها منين، دي زمانها اساس العربيات دي روبابيكه وقديمه. انا معرفش في الحاجات دي يا مرزوق، ابقى تعال انت واشتري اللي انت عايزه. ماشي يا عفركوش، بعد كده انا هنزل معاك وانت بتشتري. طب العربيه دي بقى لبابا وماما، وانا بقى يا عفركوش مفيش حاجه نزوقها حبيبك؟ طبعا يا مرزوق، اطلب وانا اجيب لك، انا عايز موتوسيكل. طب ايه رايك بقى يا مرزوق في اللي انا جبته لك ده بقى؟ جميل قوي يا عفركوش. ايوه هو كده بقى، ابتدي ركز معايا يا ابن لذينة. يا عفركوش عرفت الحاجه اللي انا بحبها. يا ابن اللذينة يا حفركوش، جبت كمان زوقة تركب مرايا؟ ايه رأيك يا زوقة؟ الله يا مرزوق، انا مبسوطة قوي، انت بتعرف تسوق؟ ايه رأيك يا زوقة؟ انا مبسوطة قوي حبيبي، ده جميل. يا ماما يا حبيبتي، وانتي لسه خايفة من حفركوش؟ يا ابني وحد يعرف ان فيها عفريت في البيت وما يخافش؟ ما تخافيش يا ماما، ده كويس وطيب وما بيعملش حاجة، ربنا يستر يا مرزوق. المهم خلي بالك من نفسك انت. ايه يا حفركوش ده انت عامله في نفسك؟ ايه عجبتك يا مرزوق؟ ايه الشعر اللي انت عامله ده؟ انت بتضحك عليا يا مرزوق، هو عفركوش بتاعك ده واقف؟ ايه يا ماما، وعامل قصه غريبه مموتني على روحي من الضحك. ايه يا مرزوق، طالما قصه عفركوش عجبك بقى قوي كده،
خليه يعمل لابوك القصه اللي انا نفسي فيها، احسن كله لما اقول له يعملها ما يرضاش. بس انا خايف بابا يزعل يا ماما. اعملها له، حطه قدام الامر الواقع، هو لما يشوف نفسه بيها هيفرح. بقول لك ايه يا عفركوش، خلي بابا يجي دلوقتي واعمل له قصه خطيره، بس اوعى تعمل له زي اللي انت عاملها، احسن اولع فيك. عاوزه قصه كده تبقى جميله وعجباه. ماشي يا عفركوش. حاضر يا مرزوق. يا مرزوق، ايه الشعر الجميل ده يا حبيبي؟ عجبك يا ام مرزوق؟ طبعا يا حبيبي، ده انا طول عمري نفسي تعمل القصه دي. الله يا بابا، ايه الشعر الجميل ده؟ حلو يا مرزوق؟ طبعا يا بابا، ده هياكل منك حته. برافو يا حفركوش، انا مبسوط منك. بتقول ايه يا مرزوق؟ لا يا بابا، ده انا بقول الشعر جميل قوي عليك، ده انا بفكر اروح اعمله انا كمان. عشان تعرف يا مرزوق، بس مش هيطلع عليك حلو زي كده. انت كنت فيه يا ابو مرزوق؟ كنت شفت بوبي صغير كده، كان الواد مرزوق عجب، كنت عايز اروح اجيبوله واعمل له مفاجاه، بس يا خساره ما لقيتوش. ما قلتليش ليه يا بابا وانا اجيبهولك على طول؟ مش مرزوق بقى ساحر؟ كل ما تطلب حاجه اللي بيقول لي انا بقيت ساحر يا ماما، اطلبي مني اي حاجه وانا انفذها لك. تتريق على مرزوق؟ لا يا ابو مرزوق، هو اللي قال لي كده. طب اطلب منه وشوف هو هينفذ لك ولا لا. طيب قال مرزوق الكلام ده؟ يا بابا انا بقيت ساحر، لما تعوز حاجه قولي وانا انفذها لك على طول. انت لسه بقى الجنان اللي عندك تاني يا مرزوق؟ مش كفايه مش قلنا احنا عقلنا؟ لا يا بابا انا ما بهزرش، انت عايز ايه وانا اجيبه لك. لا، اللي انا عايزه يا مرزوق ان انا هوديك للدكتور يكشف عليك ويقول لي انت بقى مجنون ولا لا. لا يا بابا انا مش مجنون، انا عاقل، واسال ماما. طيب يا مرزوق، مرزوق كويس، بس يا ام مرزوق انا هوديه يكشف. انا هوريك يا بابا، مش انت كنت عايز تجيب لي بوبي؟ انا هجيب لك البوبي ده دلوقتي. يا سلام يا سي مرزوق، هجيبه منين؟ انا هجيبه لك، المهم ان انا اجيب لك البوبي عشان تصدق ان انا بقيت ساحر وبعرف اجيب كل حاجه، ولو ما جبتوش هوديك للدكتور. حفركوش ابن برتكوش، هات لابويا البوبي اللي هو عايزه. الحقي يا ام مرزوق، ابنك بيعمل ايه؟ سيبه يا ابو مرزوق، خليه يركز. يلا يا حفركوش. حاضر يا مرزوق. ايه ده يا ابو مرزوق؟ انت شايفه اللي انا شايفه؟ ايوه يا ابو مرزوق، انا حاسه ان انا هدوخ. هو ده قطه ده؟ لا يا ست، ده اسد، ابني جايب لنا اسد عشان ياكلنا. الحقيقه يا ستي، اسد الاسود وحش الوحوش، الساحر الشرير اهو، اول واحد اترمى في الارض سايبنا للاسد ياكلنا. قوم يا مرزوق، قوم يا حبيبي، الاسد هياكلنا. كلم حفركوش، ابو سيدك يا مرزوق، امك وابوك هيتاكلوا يا مرزوق. قوم يا مرزوق، قوم يا حبيبي. خرب بيتك يا حفركوش، جايب لنا اسد مش عارف اقوم. ابو سيدك يا حفركوش، مشي الاسد. قوم يا مرزوق، ما تخافش، ما بيعملش حاجه. قوم يا حبيبي. انت قلت لي اتوصى بابويا، ما جبت له حاجه ايه توصيه؟ يا حفركوش انا قلت لك اتوصى بابويا، مش تاكل ابويا. ابو سيدك يا حفركوش، بس الاسد ده انا مش هقدر اطلع من على الترابيزه، ابويا وامي هيقعوا، حرام عليك. لا خلاص انا هقع من طولي، خديني معاكي. عجبك كده يا حفركوش؟ اهي ماما وبابا وقعوا كمان، مش عارف يا اخي البوبي من الاسد، حرام عليك يا حفركوش. قوم يا مرزوق، قوم انا هجيب لك اللي انت عايزه.